الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا اليوم في موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم من خلال برنامجكم صحة وسلامة. اليوم مرافقني الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة، باش غادي نتكلموا على احتباس الماء داخل الجسم وكذلك السوائل. كنسمعوا على بزاف ديال الحالات الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال انتفاخ الرجلين ديالهم والسبب هو احتباس الماء، ممكن كذلك يكون على مستوى البطن ولا الكرش، ممكن كذلك في الظهر، وكاين الناس اللي كتكون عندهم هذه الحالة ديال احتباس الماء في الرأس. فهذه كلها نقاط إن شاء الله غادي نناقشوها اليوم مع الدكتور مصطفى الودغيري طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير دكتور الودغيري، أهلا وسهلا. صباح الخير أخت عفاف، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا، وطبعا كنتمنى لك إن شاء الله الشفاء العاجل. عرفت أنك مريتي بأزمة صحية ولكن الحمد لله غير حالة زكام. نعم حالة زكام. نعم. كلنا مرينا منها. فالحمد لله لأنه التأثيرات ديال الجو كتلعب دور في هذه المسألة. غنقول لكل أوفياء مرحبا بتواصلكم معنا على الأرقام اللي هي دائما مفتوحة وراه الإشارة 05 22 46 50 51 أو 52. كاين كلكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم خاص برسائل SMS اللي هو 5080. في أول SMS ما تنسوش على أنه ضروري ولازم كتكتبوا كلمة صحة SHA، كتخليوا فرق صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. دكتور مصطفى الودغيري، لما كنتكلموا على الحاله ديال احتباس الماء داخل الجسم، طبيعه الحال هي حاله اللي ماشي عاديه، ماشي طبيعيه نهائيا. فإلا بغينا نقربوها للمستمعين الكرام بشرح اللي هو بسيط وقريب ليهم كيف ما عودتينا دائما، هاد الحاله كمشكل صحي كاخصائيين كيفاش كتشرحوها للناس؟ نعم، هذه حاله مرضيه اللي هي يعني كثيره، كنلاحظوها كثير عند الناس لاسباب جد متعدده. ربما الكل انه كيلاحظ بعد واحد الوقت، ربما اللي بقى جالس واحد المده طويله مع سفر طويل او واحد المده ما تحركش بزاف، كيلاحظ ان رجليه كيتنفخوا عليه. نعم. حتى تمني بغي كان حيد الصباط غير يلبسوا، كيلقى صعوبه باش يلبس الصباط. هذا النوع اللي هو بسيط، غير باش نضربوا المثال انه كاين اسباب متعدده. النوع البسيط انه كيكون مشكل ان مشكل ديال الدوران ديال السيركولاسيون سانغين، يعني الدم كيبقى يتجمع وكيخرج من داك نقولوا انه من الشرايين ديالو وكيدوز للنسيج بين الخلايا. لان خصنا نعرفوا ان هناك الدم اللي كيوا كيسرح في الشرايين في السيركولاسيون سانغين في الدم، وهو اللي كيغذي الخلايا. ولكن بين الخلايا وبين الشرايين هناك واحد النسيج، لو تيسيو انترسيسيال، هذاك النسيج هو اللي كيحافظ واحد التوازن بين الشرايين وبين الخلايا. فانسان ربما ملي كيبقى فواحد الوضعيه اللي ما كيتحركش فيها بزاف، هذا مثال اللي هو بسيط ومعروف بزاف، كيلقى رجلي كيتنفخوا. علاش؟ لان داك العروقه كيبقى الدم ما كيرجعش بسهوله، الانسان ما كيتحركش باش الدم يرجع مزيان للقلب، خصو يتحرك خصو يتمشى. فملي كيبقى جالس في واحد الوضعيه بحال العروقه كيتنفخوا شي شويه وكيرجع كيدوز الدم داك النسيج وكيحس الانسان داك الانتفاخ. فداك الشيء كان بعض النصائح اللي غنوجهوها من بعد، ان الانسان يحاول انه ملي يكون في واحد السفر طويل او واحد يعني الحركه يعني بقى جالس كثير، خصو من الاحسن مره يوقف ويتمشى شويه وبعد باش الدم كيسرح فيه ما يبقاش يجمع. هذا مثال اللي هو بسيط. كذلك نلاحظوا عند الناس اللي عندهم مشكل ديال لي فاريس المعروفه الدوالي. في عند كذلك نلاحظوا عندهم مشكل ديال الانتفاخ ديال الرجلين ديالهم. الناس او الاسباب كما قلنا متعدده. اسباب قد تكون عندها علاقه بالقلب، يقدر يكون عندها علاقه بالكبد، يقدر يكون عندها علاقه بالكلي، يقدر يكون عندها علاقه بالادويه، بعض الادويه اللي كيتناولوا. حنا غندخلوا في التفاصيل باش نشرحوا كل حاجه والسبب ديالها. فكما قلنا الاسباب متعدده. ملي كنشخصوا، لان الانسان اللي كيجيب هذا الاحتباس ديال الماء في الرجلين، ونقدروا نلاحظوا بعض المرات حتى في الكرش في البطن ديالو او بعض المرات حتى في الصدر، هنا خاص واحد يعني الفحص كلينيكي وبعد المجموعه ديال التحاليل ديال الدم ولا ديال البول ولا ديال بعض الراديوات كذلك باش نشخصوا المشكل منين جاي. فهذا هو بصفه عامه الاسباب كثيره جدا، غندخلوا في التفاصيل بعد، ولكن اسباب متعدده تقدر تكون بسبب اللي هو بسيط. يعني انسان اي واحد يقدر يقالوا ان من بعد جلوس مده طويله يقدر يكون اسباب لمتعدده، ربما يكون مشكل من القلب، مشكل من الكلي، من الكبد او اماكن اخرى. العلامات الاولى اللي كتبان واش كتبقى فقط محدوده في الانتفاخ كيف ما شرتي او لا كتكون علامات اخرى؟ هو يعني كيكون في الاول يعني كنحسوا واحد كيحس برجلي كينتفخوا، ان الصباط ربما اللي كان عنده واحد القياس معين ما كيبقاش يجي يقدو، ماشي يجي يقدو. ربما كيلاحظ انه ملي كيلبس التقاشر كيلاحظ انه كيبقى داك لي تراس ديال داك
تقاش في رجليه ربما بيدو اللي حط الصبع ديالو في رجلي كيبقى بحال واحد العلامه كتبقى في الرجل كيتسماو لي زودام حنا الفرنسي كنقولوا يعني باللونغاج ميديكال ولا هي يعني الطبيه انا كنقولوا عنده لي زودام اللي كيحط يدو وكيلقى الصبع ديالو كيبقى مخلي واحد لا تراس فيه بحال شي ضغطه بحال واحد ضغطه اكزاكتومون وهذاك الانتفاخ كيكون في الغالب ما كيكونش فيه الم وفي الغالب كيكون ملي كيحيد الانسان داك الصبع ديالو كيرجع يعني الحاله الطبيعيه ديالو نعم فهنا ولكن في بعض الحالات ملي كيكون مشكل متعلق بالعروقه خصوصا الناس اللي عندهم مشكل ديال لي فاريس او الناس اللي عندهم مشكل في الشرايين ديالهم مع الوقت داك الجلد كيولي يتاثر وكيولي يوقعوا تقرحات في الجلد كنسميهم لي زولسير هاد التقرحات ديال الجلد كيوليو العلاج ديالهم كيطلب وقت طويل ويعني ويعني ادويه خاصه باش يقدر الجلد يرجع للحاله الطبيعيه ديالو نعم غادي نمشيو هاد المره دكتور بوتغريب للنقطه اللي هي مهمه كذلك كنعرفوا نعم. انه بزاف ديال المشاكل الصحيه كيكونوا ناس معرضين لذاك المشكل اكثر من غيرهم نعم. المساله ديال هنا الانتفاخ شكون من الناس اللي كيكونوا معرضين وهذا الامر واش عنده علاقه بالوراثه ولا لا هو نعم. بعيد تماما على الوراثه هو بعض الامراض اللي هي متعلقه بالشرايين عندها يعني واحد السبب وراثي كيكون دي مالفورماسيون في الفين في الشرايين التكوين ديالهم التكوين ديالهم ما كيبقاوش يطلعوا الدم مزيان فبعض الامراض اللي معروفه قليلة نادرة كتبان خصوصا عند الشبان كيكون رجلهم كيتنفخوا بزاف تيكون واحد التشوهات في الرجلين فهاد الحالات هي كتكون يعني مرض معروف وقليل فمن غير هذا المرض هذا ديال اللي كيصيب الشرايين هي الناس اللي اكثر عرضة لهذا المشكل هما نتكلموا اولا عن الناس اللي عندهم مشكل ديال فشل القلب او ضعف القلب لانسيسونس كاردياك لان كنعرفوا ان القلب واحد لا بومب واحد اللي كيقوم بواحد العملية ديال مضخة مضخة فملي كيولي كيعيا ما كيبقاش يقوم ذاك الوظيفة الطبيعيه والعاديه ديالو كيولي الدم كينحبس في الشرايين وكيولي العروقه كينتفخوا وكيولي يبان هذا المشكل ديال الانحباس ديال الماء يعني كيولي الرجلين كينتفخوا في الاول كيكون غير في الرجلين وكيبقى يطلع بشويه بشويه حتى كنشوفوا حتى في البطن كذلك وكيقدر يكون الصدر كذلك او غشاء القلب كذلك فكيولي كيتولي ان دم جينيراليزي يعني كيولي الماء في الجسم كامل من الرجلين حتى البطن حتى الصدر فالناس اللي عندهم القلب اكثر عرضه هذه معروفه هذه القضيه هذه كتلقاهم عندهم علامات الناس يعني فشل القلب كتلقى انه كيتمشى شويه كيبدا ينهاج كتلقى ربما كيداوي على مشكل القلب على ارتفاع الضغط الدموي او مشكل ديال الشرايين القلب او واحد مجموعه من المشاكل ديال القلب معروفه ومع الوقت القلب كيولي عيا او الصمامات مشكل ديال الصمامات كذلك معروفه كذلك فهنا كيولي مع الوقت كيولي يبانوا فيها العلامات وهادو علامات ديال فشل القلب كذلك المشكل ديال الكبد وهذه مساله كناكدوا عليها الكبد عنده واحد الوظيفه كبيره في جسم الانسان يعني نقول هو المعمل ديال الانسان يعني خلل في الكبد الذات كلها كتاثر نعرفوا ان الكبد كينتج واحد الماده سميتها الالبومين هذه سي اون بروتين الالبومين هاد الالبومين هي اللي كتحافظ على التوازن في الدم كيف ما قلنا بين الشرايين وبين ذاك النسيج اللي في وسط الخلايا فملي كتنقص ماده الالبومين كيولي الماء كيخرج من العروقه وكيمشي لهذا النسيج هذا وكيولي الانتفاخ كنلاحظوا ان الناس اللي عندهم تشمع الكبد اللي عندهم مصابين بالكبد كنلقاو ان رجليهم كينتفخوا والبطن كذلك كينتفخ كيولي عندهم الماء في كرشهم بسبب بسيط ان ذاك ماده الالبومين اللي ما كتبقاش كتنقص في الجسم وكيولي الماء كيخرج من العروقه وكيمشي لذاك النسيج اللي بين الخلايا كذلك السبب الثالث والسبب الرئيسي هو مشكل ديال الكلي الكلي كذلك الوظيفه ديالها معروفه هي التصفيه فملي كتولي كتصاب الكلي ما كتبقاش يعني تقوم بالوظيفه ديالها ديال التصفيه كتحبس واحد مجموعه ديال الامور باش ما تخرجش من يعني كتبقى في الجسم تحافظ عليها في الجسم ملي كيولي داك لو فيلتر ديال الكلي كيولي كيخلي لي بروتيين خصوصا الالبومين دوز فكذلك هنا كتنقص ماده الالبومين وكيتنفخ انسان كنسميو فرنسا لو سيندروم نيفروتيك هذا كيولي انسان كيتنفخ فهنا الكلي كذلك من الاسباب الرئيسيه ان كيبداو كينتفاخ ديال الرجلين وخصوصا قلك وحده ديال البطن كيف ما قلنا فهذو ثلاثه ديال الاسباب الرئيسيه اللي كنبحثوا عليها دائما ملي كنشوف ان ما كاينش مشكل ديال الشرايين او ما كاينش مشكل ربما ديال بعض الادويه اللي غنشيروا لها كذلك كنبحثوا ضوي ان نبحثوا على القلب الكبد الكلي هذو ثلاثه ديال المسائل كنمشيو لها يعني بين الاخصائيين كل واحد في المجال ديالو كيحاول يقول بان هذا المشكل ما عندوش علاقه بالقلب او ما عندوش علاقه بالكبد او الى اخره
خصنا نعرفوا عدد كم بعض الادويه اللي كنتناولوها كذلك ثم كيتسببوا في انتفاخ ديال الرجلين كماده الكورتيكويد اللي كنا تكلمنا عليها في واحد الحلقه الماضيه لان كتادي الانحباس الماء والاملاح لا ريتونسيون هيدروسودي. فالناس اللي كيتلاو الكورتيكويد كنلاحظوا ان رجليهم كيتنفخوا شي شويه كنلاحظوا بعض المرات الوجه ديالهم كيكون منفوخ. فهنا نظرا يعني العواقب ديال الاحتباس الماء والاملاح فعندك ماده الكورتيكويد. عندك كذلك واحد الدواء كنستعملوا الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي لاملوديبين. لاملوديبين واحد الماده حتى هي كتساعد ملي كياخذوها الناس في ارتفاع الضغط الدموي كيلاحظوا وجههم كيبداو يتنفخوا. حتى هي خصنا نشوفوا انه واش فعلا كياخذها الانسان ولا يمكننا نبدلوها اللي كان فعلا ادت لهذا المشكل هذا. اخيرا كان واحد العضو اخر في الجسم اللي عنده واحد المهمه كبيره وكنا تكلمنا عليه في الحلقه الماضيه هي الغده الدرقيه. الغده الدرقيه واحد التوازن كلها جميع الوظائف ديال الجسم ملي كتنقص الوظيفه ديال الغده الدرقيه كتسمى فرونسي ليبوتيرويدي يعني ما كيبقاش تقوم الواجب ديالها كيولي كذلك انتفاخ كنلاحظوه في الرجلين كذلك خصوصا في الرجلين بعد ما في الوجه كنلاحظوه. فهذه فقط ما قلنا يعني الاسباب جد متعدده ذكرنا غير بعض يمكننا في الاسئله ندخلوا في تفاصيل اخرى. نعم. وكذو اسباب رئيسيه اللي كتسبب في الجسم. ومازال معك دكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخ وخادي نتكلموا على واحد الحاله كذلك سولوا عليها بزاف ديال الناس. نعم. ديال الاحتباس الماء في الراس. نعم. فمازال غادي نرجعوا ان شاء الله وغادي. نعم. نعرفوا كيفاش كيكون الحل في هذه المساله واش. نعم. كتكون جراحه واش فقط غير بادويه فان شاء الله كل تساؤلات ديال المستمعين الكرام غادي نجاوبوا عليها. ارقامنا مفتوحه 05 22 46 72 50 51 او 52 الرقم 5080 في اول اس ام اس كتبوا كلمه صحه خليو فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. حنا غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعدو فخليكم اولى فاصل غير نسمعوا لي وراجعين مباشره خليكم ورجعنا على ميد غادي الاذاعه القريبه منكم ودائما برنامجكم صحه وسلامه. اليوم معنا دكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه ومعاه كنتكلموا اليوم على المشكل ديال احتباس الماء والسوائل داخل الجسم في مجموعه من الاعضاء كيف ما عرفنا من خلال بدايه الحلقه. ارقامنا مفتوحه مرحبا بكل تساؤلاتكم 05 22 46 72 50 51 او 52. في اول مكالمه ناديه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير ناديه. صباح النور لله. اهلا وسهلا. هذه ناديه من دار البيضاء. مرحبا ناديه. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا على البرامج اللي كتقدموا لنا والنصائح القيمه اللي كتفيدونا بها. مرحبا. شكرا دكتور هذا الصباح الضيف ديالك ضيف عزيز على قلوبنا وكنتمنى ان شاء الله ما نكونوش ثقال عليه. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. مرحبا ناديه تفضلي. الله يبارك فيك. الوغ الموضوع ديال اليوم كيهمني بالخصوص باسكو انا عندي 42 عام واخا متزوجه دونك عندي مشكل في الرجل اليسرى في فصل الصيف سورتو دونك كتنفخ لي رجل اليسرى وكيسعد عندي بحال با ديفون مي جي فريمون كتنفخ بزاف. مشيت عند تروماتو سمحوا لي شويه مرتبكه. لا خذ راحتك انا اول مره. شوف كنعرفوا على انه لما كتكون اول مره ولكن تفكري حاجه واحده على انه الحمد لله ميد غاديو العائله ديالك والاسره ديالك فما كاين علاش ترتبكي دائما مع العائله كنكونوا على راحتنا. شكرا جزيلا لله. الوغ قلت لك مشيت عند طبيب ديال العظام عند ديال البروده. أيه. في الاخر مشيت عند انترنيست عند كارديو بيان سور. مشيت عند واحد دكتور ديال الطب الباطني درنا جميع راديو تحليلات كل شيء. في الاخر قال لي واحد الجمله ان الماء كيحق ليا لتحت لا بارتي ديال رجلي من لتحت كاع دونك عندي ذاك الفدام عندي كيكون باين واضح سورتو في فصل الصيف. الوغ قال لي زعما ماش خليقه ولا ما عندي ما نقول لك قال لك فريمون المشكل عندك هو الغوتور فينال ما تيكونش. دونك عندك الوقايه هي اللي خصك تكون دوك لي با دو كونتونسيون اي بي ما نجلسش في اماكن اللي يكون فيها الحراره مرتفعه سونا بلاج بيسين الى غير ذلك كاع البلاصه اللي تكون فيها سخونيه كثيره الحوايج ما يكونوش مزيح عليا بزاف. مع ان مع العلم انني الوظيفه ديال العمل ديالي كنبقى جالسه النهار كامل في الاداره دونك بالتالي يمكن هذاك جاي اون موفي سيركولاسيون دو سون ديال ديبي هذاك كبر معايا هذا المشكل. مي دابا ما نكرهش نصائح ولا ادويه ولا شي حاجه اللي تفيدني سورتو فصل الصيف فريمون حتى لي شوسور ما كان الرجل ماشي بحال الرجل. واخا ناديه انا بغيت نسولك على الوزن ديالك كاين شويه الوزن ولا لا؟ شي شويه انا دابا تبع واحد الحميه وواحد اون بيغ باش نجي الصيف ما يلقانيش عندي 70 كيلو دونك
جو سي كو الوزن كثير عندي شويه باغابور للطول ديالي عندي واحد 10 كيلو في الحيده انا جو سي اون تران دو سيفر اون كور من بلي ماساج وبالريجيم ان شاء الله ناديه شكرا لك توصلتي معنا وما شاء الله عليك لانك واعيه بزاف ديال الامور اللي هما عندهم علاقه بالحاله الصحيه ديالك وكنفرحوا بزاف دكتور ودغري لما كتلقى هكذا انسان اللي عنده مشكل صحي يعني ولا مريض والحمد لله على الاقل كيكون داري بامور اللي هي غتنفع الصحه ديالو خصوصا الامور اللي عندها علاقه بالوقايه لانه شحال من مره الوقايه كتكون احسن من العلاج هذه المساله ولا هذه الجمله راه ما جاتش من الفراغ هذه المساله كتسهل المأمورية للطبيب يعني حتى الطبيب كيلقى سهوله بالتواصل مع المريض وكيشرح له بسهوله يعني وكيدوز لو ميساج فاسيلمون يعني التواصل كيكون سهل بالفعل دابا ناديه بغات غير شي مجموعه من النصائح هنا دكتور ودغيري فهي كيف ما قالت يعني حتى الاطباء اللي يعني شافت مجموعه ديال التخصصات نصحوها بمجموعه ديال النقاط اللي خصها تلتزم بها يعني داخله في الوقايه نعم فانا مساله يعني واضحه لان الاخت ناديه قامت يعني بواحد فحوصات مجموعه ديال الفحوصات شافت مجموعه ديال الاخصائيين وانتهى الامر انه شافت اخصائي في الطب الباطني وقال لها ان عندها مشكل ديال لانفوديم يعني ربما مشكل وقد وزاد شرح ان مشكل ديال لا سيركولاسيون سانغين ربما الدم ما كيرجعش مزيان لان كاين مشكل في ليفين في ليفين اللي هما الشرايين اللي كيرجعوا الدم للقلب من تفخيش شويه هنا في الغالب ما سولتهاش ولكن في الغالب غادي تكون دات واحد الفحص بالصدى لي كودوبلير ديال فينور يكون دار باش كيشوفوا ليفين ربما بعض الحالات كندوروا بعد راديولوم اكثر باش يشوفوا العروقه احسن ومن كانت كنت الامور هكا كنتيقنوا ان المشكل غير في لا سيركولاسيون سانغين هي صراحه ما كاينش ادويه ما كاينش ادويه اللي هي فعاله ربما ناخذ كاين بعض الاطباء كيكتبوا بعض الادويه اللي تقدر تساعد شي شويه داك الرجل كتكون تقال شي شويه او يكون بعض الالام كتساعد ولكن ما كتحيدش هذا الشيء اللي مهم هما النصائح الطبيه كيف ما شرحت لها الاخت ناديه فعلا خاصها انها تلتزم انها دير داك لي با دو كونتونسون باش كيساعدوا هذه مساله اهم مساله هذوك تيتلبسوا النهار كامل ولا حتى في الليل هو من الافضل يبقاو دائما ولكن الانسان يقدر يحيدهم في الليل باش يرتاح ويهضموا في النهار لان فاش كيكون كيجلس بزاف او ما كيتحركش بزاف اما في الليل يقدر غير باش نوضحوا دكتور نعم. ودغيري هذا النوع ديال ليبر راه كيتخاضوا على حسب القياس بالضبط بالضبط نعم. لان هذا يعني كتخضع لواحد نعم. وكنشكك على هذه المساله هذه لان فعلا شحال واحد كيمشي مقصد عند الصيدليه كياخذهم اما ضيقين عليه بزاف او واسعين فلا هما كناخذوا العبار ديال الرجلين نعم. عندنا دي ميزور اللي معروفين كناخذوهم وكنعطيوهم البائع ديال هاد ليبر وكيعطيوهم على حسب القياس اللي بغينا هذه مساله مهمه فليبر خاصها تكون خاصها كذلك تحاول انت كيف ما قلنا ما تبقاش جالسه واحد المده طويله وهي جالسه في البيرو ديالها خاصها مرة دير بعض الحركات وخاصة تنظم الحياة ديالها أنه ضروري أنها تمشى واحد 30 دقيقة في اليوم هذه مسألة خاصة تولي عندها هذا نص ساعة في النهار ديال المشي لأنك تقوي العضلات العضلات ملي كتكون عضلات قويين كيمكن لا سيركولاسيون سانغون كتكون أحسن ملي كيكون العضلات مخيين فالدم ما كيبقاش يرجع مزيان لا مارش مهمة على الأقل 30 دقيقة في اليوم أو يعني هذه أقل ما يمكننا نطلبوا بها ربما حتى تكون حتى أكثر كذلك ملي يمشي البيت ديالها كنصحوا أنها ملي تنعس تحاول دير واحد الخدية وتهز رجليها شي شوية باش تساعد الدم أنه يرجع بسهولة للقلب فهذه بعض النصائح بسيطة يعني الادويه كاين بعض الادويه نقدروا يكتبوا للطبيب باش يساعد اللي كيخص الالم ولكن غير كافيه نعم دكتور ودغيري بغيت نسولك على المساله ديال الوزن بالنسبه للناس اللي كيكونوا في هذه الحالات كتكون نعم. مهمه بزاف يعني كل ما كان زياده في الوزن كل ما يعني الخطوره كتكون اكثر وبصفه عامه الوزن يعني نعرفوا ان الوزن عنده تبعات كبيره ولا عواقب كثيره في الجسم مباشره مع العروقه انا لا اظن ان كاين واحد العلاقه مباشره ولكن انه الثقل الانسان يكون ثقيل الحركه كتكون ثقيله وحتى باش يدور يعني باش يتحرك فكتكون كيلقى صعوبه ما كيبقاش الدم يسرح مزيان فهنا ما كاينش علاقه مباشره ولكن الانسان يكون محافظ على الوزن ديالو يعني يكون ملائم للطول فغيكون افضل. نعم غادي نواصلوا التواصل ديالنا مع المستمعين الكرام دائما وارقام مفتوحه واليوم كل تساؤلاتكم ان شاء الله نجاوبوا عليها رفقه الدكتور مصطفى الودغيري من خلال برنامجكم صحه وسلامه من بعد ناديه من مدينه الدار البيضاء عائشه على الخط معنا من اكادير اهلا بك عائشه. اهلا اختي عساف صباح الخير. صباح النور مرحبا بك. كي دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله عائشه. الله يخليك اختي عندي الوالده ديالي عندها نفس الاعراض اللي كيهضر عليها الدكتور. هي شنو عندها بالضبط؟ عندها بليها كيتنفخوا ليها أيه؟ عندها الدوره الدمويه يعني عيانه وعندها بليها كيتنفخوا ليها ويديها كيزرقوا ليها. ايه المهم دوزات في الاول قالت لها الطبيبه راه عندك الماء في القلب. ونطاتها التريتمون صافي تحيد ذاك الماء ولكن بليها باقيين كيتنفخوا ليها. نعم شحال في العمر ديال الام ديالك عائشه؟ 66 عام. 66 عام كاين شويه زياده في الوزن ولا لا؟ لا شويه. نعم عندها شي مرض كتعالج عليه اخر بحال مثلا السكر او لا ضغط طونسيون مثلا؟
عندها طونسيون لا لا. عائشه لي للاسف انقطع معها الاتصال. نمشيو ناخذوا عائشه اخرى معنا على الخط ولكن هذه المره من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك عائشه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. عفاك حيت سمعت الدكتور قال لك على بالنسبه للغده الدرقيه عندها واحد الدور كبير. اييه. وعندي دابا انا ملي زولتها بارفو كيتنفخ لي الوجه ديالي. واخا. والبطن ديالي بقات لي منفوخه. واخا كندير رياضه واخا كنمشي واخا اللي كان. بغيت عا نشوف هذاك الدواء اللي كناخذ. اييه. واش ما ياثرش عليا ولا لا؟ نعم. طبيعه الحال عائشه دابا عندك الدواء مدى الحياه. مدى الحياه. واخا. نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله عائشه. شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. نوعا ما بالنسبه للسؤال ديال عائشه واضح دكتور ودغيري. نعم. المساله ديال الانتفاخ ديال الرجلين عند الام ديالها اليدين كيزرقوا تشخيص اللي كان عندها الماء في القلب. نعم. فهاد الحاله ديال ملي كيكون الماء في القلب يعني الغشاء ديال القلب كيكون فيه الماء كتسمى لا بيريكارديا. اذا في الغشاء هو اللي كيعمر بالماء. الشيء اللي ربما قصدت الاخت عائشه. ملي كيكون الماء في القلب كتسمى لا بيريكارديت. فهنا كيكون هذا الالتهاب وكذا كيكون بحال القلب كيبدا يضيق شويه في الحركات ديالو. أيه. فكيولي افيكتيمون المشكل ديال الماء كيتجمع في الرجلين ما كيبقاش الدم يرجع مزيان فكيكون الانتفاخ. هنا كتكون متابعه خاص تشخيص انه لان العيل خصنا نشوفوا السبب هو الاول يعني خصنا نعالج علاش كاين هذا الماء في غشاء القلب. وما كاين اسباب كثيره متنوعه اللي كيعرفها الطبيب ديال المختص في القلب وكيعطيها باش كينقص هذا الماء ولا كيحيد بخطره باش الرجلين كيتفشوا. اللي قصدت ان كاين عندها مشكل ديال فشل القلب ان القلب عندها منفوخ وتنفخ لها ولا عندها الماء في الدات ديالها فهنا كاين كذلك ادويه اللي كنعطيوهم. نعم. اللي معروفين لي ديوريتيك. هاد لي ديوريتيك كيجعلوا ان الكلي كيتخلصوا بواحد الكميه كبيره ديال الماء وكينقص ذاك الماء من الرجلين. فهنا اللي كنصحوا ان تكون متابعه مع طبيب الاخصائي القلب لان مشكل غالب مشكل جاي من القلب وتاخذ الادويه اللي خاص. نعم. غادي نرجعوا واحد المره للسؤال ديال عائشه من مدينه الدار البيضاء. المساله ديال الغده الدرقيه هي زولتها. نعم. دابا كتاخذ الدواء ديالها مدى الحياه بطبيعه الحال اللي كنعرفوا. نعم. كيف ما قلتي دكتور ودغري على انه الغده الدرقيه هي واحد العضو بحجم صغير ولكن بدور كبير بزاف. نعم. فالانسان لما كيزولها يعني ذاك المواد اللي كانت كتنتجها الغده الدرقيه كيولي كيجيبها من على برا يعني تاخذها على شكل اقراص او لا. عائشه سولت على المسألة أنها من الوقت اللي زولت الغدة الدرقية وهي كتاخذ الدواء ديالها دابا عندها انتفاخ في الوجه ديالها وفي الكرش. نعم. لا أظن أن علاقة لأن المهم أنه من حيدت لها الغدة الدرقية كتاخذ الأدوية. ومن كيتاخذوا الأدوية كتكون متابعة كذلك مع المختص باش كيعرف أن ذاك الدواء اللي كتاخذ هو الكمية اللي محتاجها الذات. نعم. ماشي كمية كثيرة ماشي كمية قليلة اللي كانت الكمية قليلة ففعلا غيكون الأعراض أن الغدة الدرقية فاشل ما كاينش ناقصة هاد الهرمونات. واللي كانت كثيرة عاوتاني كنصدقوا في العكس أنه كتولي كيطلعوا لي زغمون بزاف الذات وكيولي ان دقه القلب كيكثروا يساك قد يبدا يضعف كيتقلق بسرعه كيولي عنده بعض مجموعه ديال الاعراض اللي كنا تكلمنا في واحد الحلقه ماضيه. فهنا انه خاص المتابعه باش يكون الكميه اللي كتحتاجها الذات ديالها. لا اظن ان هذا الانتفاخ ديال البطن ديالها عنده علاقه بهذه المشكله. المشكل ديال ربما قلت الحركه او ربما زياده في الوزن اللي كتجعل ان عندها البطن منفوخ ربما مشكل ديال الشحمه كيف ما كنقولوا في الكش. فهنا خاصها ترد بالها باش دير واحد الحميه وتنقص الوزن ديالها. قبل ما غادي نمشيو نتواصلوا مع رجاء على الخط من فاس دكتور ودغيري انا كان سؤالي بالنسبه للمشكل ديال احتباس ذاك الماء في عضو من الاعضاء. نعم. واش كيوقع مثلا شي عجز ان ذاك العضو يقدر ما يبقاش يخدم نهائيا مثلا. نعم. اذا كان احتباس الماء في الرجلين واش ممكن نشوفوا شلل مع الوقت؟ لا هو هذه يعني سيت اون كونسيكونس يعني الاعراض اللي عندنا شي على واحد المشكل في الجسم ديالنا وفي العضو من الاعضاء اللي تكلمنا عليهم قبيله. فهنا كثرة الانتفاخ اللي بقى ما عالجناش كيكونوا مشاكل من بعد. كما تكلمنا انه الانسان كيولي رجليه كيولي كيتقالوا عليه كيولي الجلد كيولي انا شفت حاله ان ذاك الماء اللي في الرجل ولا كيخرج ولا الانسان ملي كيلبس التقاشر الماء التقاشر كيعمو بالماء. يعني حتى الماء ولا كيخرج حتى من الجلد. حالات كثيره ان كيولي الانسان في بعض الحالات اللي ما تعالجتش كيوليو التقرحات ديال الجلد كيوليو التعفنات ديال الجلد. التعفنات كيقدروا لا قدر الله ان يخلقوا لنا مشاكل تعفنات في الجسم كامله. فما يمكنش ان نخليو هذا الانسان اللي عنده هذا المشكل هذا الصحي مزمن. في هذه الحاله خصو ضروري التشخيص والعلاج ديال السبب اللي يؤدي هذا المشكل. نعم. نمشيو نتواصلوا مع رجاء على الخط معنا من مدينه فاس. اهلا بك رجاء. اهلا اخت عسل. صباح الخير. صباح النور رجاء. صباح الخير دكتور ودغري. صباح الليل رجاء. كنشكركم على المواضيع القيمه اللي كديرونا الله يجزيكم بخير. مرحبا رجاء. العفو. اخت عسل الله يخليك بالنسبه للام ديالي في العمر ديالها 68 عام. ايه. وعندها نفس الاعراض اللي قال الدكتور في الاول رجلين ديالها كيتنفخوا من لي مولي. ايه. ومع هي عندها بروبليم ديال لي فاريس.
وصغتو فاش كتلبس تقاشر كيبقاو لي تراس وما عرفتش شنو يمكن لي زعما شنو اجرى ديجا مشات لعند الطبيب ديال العظام وعطاها ادويه اللي كتجري الدم ومن بعد حبستهم ولكن ما لقاتش نتيجه زعما اللي واضحه. شحال خدات العلاج تقريبا المده؟ شهر. غير مده ديال شهر؟ شهر. واخا واخا. واضح سؤالي رجاء دكتور ودغيري؟ نعم نعم. اذا نجاوب على سؤال ديالك ان شاء الله رجاء من بعد اولا رجاء ناخذوا حتى نعيمه من سلامه الخليوي واش كتسنى دكتور ودغيري ونرجعوا باش نجاوبوا على سؤال ديال رجاء. مرحبا بك نعيمه. صباح الخير لاله. صباح النور. مرحبا بالناس ديال سلا. شكرا لاله. شكرا لاله عفاف بزاف. كنشكرك على هذا البرنامج وكنشكر الدكتور ديالنا. مرحبا نعيمه. وكنقولوا لي سمح لنا ويصبر علينا شويه. هذا واجب لاله نعيمه. هذا واجب. شكرا سيدي الله يجازيك بخير. عفاك دكتور الوالده ديالي عندها هذا المشكل كيتنفخوا ليها الرجلين. سيغتو من جهه المفاصل واليدين. واخا. يعني من جهه الصباع هنايا من التحت عندها ديما الانتفاخ. ودابا شي ثلاث سنين كانت صيفطوها لنيتلتا بالباطيني ونعسات السبيطار لواحد المده ديال 15 يوم دارت سكانير لي راميتو لقى عندها واحد الشق على مستوى العمود الفقري ديالها. نعم. يعني هذاك الشق هو اللي عندها دابا واحد الشق كتشربوا افي ديال يعني ديال روماتيزم ديال العظام ما تقدرش تحيدو يعني الا حيداتو غير نهار ولا يومين ما تقدرش لا توقف لا تمشى لا والو. وعطاوها واحد الحبه ديال الكورتيكويد مره واحده في النهار. لان لقى عندها مشكل على مستوى الكبد. اذا واش المشكل على مستوى الكبد ولا مشكل على مستوى العظام ولا يعني حتى بلي دو هذا المشكل ديال الشق اللي في العمود الفقري ربما كتحس بشي الم في الظهر ديالها كيبقى بحال شكل ديال السياتيك ولا لا نعم. لا هي ماشي ديما عندها المشكل عندها غير في المفاصل. اذا كانت كتشك بالمفاصل ديالها الم في المفاصل. ويعني عينا بالدواء داك الشيء في الاخير خرج ليها الطبيب تنعس في السبيطار باش يشوفوا لها التحاليل كلها ديال الدم. وشخصوا المرض او ربما شي مرض عنده علاقه بشي روماتيزم ياك؟ فوالا مده واحد المده ديال 15 يوم تقريبا يعني عنده في السبيطار دارت سكانير لا غاب التحاليل ديال الدم كلشي في الاخير وصلوا ان عندها واحد الشق صغير على مستوى العمود الفقري ديالها هو اللي كيسبب لها هذه المشاكل وعندها مشكل على مستوى الكبد. المهم دابا دكتور دابا تقريبا شي شهرين ولا عندها مشكل اخر ولات كتعاني من القلب والطونسيون. نعم. بغيت نعرف دكتور غير واش هذاك الدواء اللي كتاخذ ديال الكورتيكويد هو اللي سبب لها في هذه المشاكل وشي حاجه باش يعني واش نقول لك واخا كتشرب الدواء وكل شيء بحال البايره نعسات صباح مشكل باش تنوض. نعم. ديما عندها مشكل الرجلين منفوخين اليدين منفوخين ومهم. واضح نعيمه. واضح ان شاء الله نجاوب على سؤال ديالك. شحال السن ديالها؟ وتسمح لينا بزاف. العفو. السن ديال الوالده ديالك اخت نعيمه؟ الوالده ديالي عندها 64 سنه. 64 عام. واخا شكرا لك نعيمه وان شاء الله دعواتنا بالشفاء العاجل والقريب لكل مريض الام ديالك ان شاء الله ولكل الناس اللي كيمروا بظروف صحيه فان شاء الله كنتمنوا على انها تكون غير واحد الازمه واللي غادا تمر بسلام. فدكتور بدغري ندوب سؤال ديال رجاء من فاس ولو انه كاين حالات اللي هي متشابهه. نعم. تقريبا الحاله ديال الام ديال رجاء هي قريب الحاله ديال الام ديال نعيمه من سلا. نعم. بالنسبه للام ديال الاخت رجاء المشكل ديال ليفاريس كنعرفوا ان الانسان اللي عنده ليفاريس كيلقى هذا المشكل ديال الالم الانتفاخ ديال الرجلين. غير ليفاريس كنعرفوا انه فيه مراحل كاين مراحل اللي هي بسيطه في البدايه وكنلاحظوا بعض المرات العريق تصغير ولكن كيبانوا كيزرقوا شي شويه في بعض الحالات كنلقاو انه مع الوقت كيبلو ليفاريس كيبلو العروق منفوخين بزاف وداك الوريد كيف ما كنسميو باللغه العربيه يعني كيكون منفوخ بزاف حتى كيبان لنا حتى داك لو تراجي ديالو يعني بالفعل بحال شي كابل بحال شي كابل نازل. فهنا على حسب المرحله اللي فيها الام ديالها اللي كانت مرحله بسيطه نكتفيو انه تاخذ ادويه اللي غتنقص عليها شويه الالم وخصوصا تتبع الحميه كيف ما قلنا ان الانسان حاول ما تكلش بزاف ني تنعس زي شي شويه دير لي با دو كونتونسيون ما تعرضش راسها بزاف للسخونيه يعني حتى السخونيه ما مزيانش لكش ليها. فهذو بعض النصائح اللي هي بسيطه اللي كانوا لي فاريس منفوخين بزاف دابا ولاو تقنيات اخرى انه كيعرفوا باطباء الجراحه وخصوصا الاطباء ديال جراحه الشرايين كاين واحد الماده كنديروها في العروقه باش كيتحبسوا ما كيبقاوش منفوخين وكيحيد ذاك الالم وكيولي ذاك الدور ديال العروقه كيقوم به عروقه واحد اخرين كيبانوا في بلاصات هما اللي كيبداو يقوموا يعني بذاك الوظيفه ديال ذاك العرق اللي تنتفخ بزاف. شحال كنا كنحيدوا لي فاريس عمليات ديال البصر لي فاريس كيتحيدوا ولكن دابا حاليا ولاو هاد التقنيات اللي هي بسيطه وكتعطي نتائج ممتازه مع الاخصائيين ديال الشرايين كيعرفوا هاد الامور هادي. نعم. بالنسبه
بالنسبه للحاله ديال الام ديال نعيمه من صلاه في العمر ديال 64 عام كيف ما قالت على انه في بادئ الامر بدات المساله بالالم في المفاصل من بعد غيكتشفوا لانه عندها شق على مستوى العمود الفقري. دابا بان عندها حتى المشكل ديال القلب ومشكل ديال ضغط الدم. دكتور بدغيري فنعيمه بغات تعرف واش من ذاك الحبه ديال العلاج اللي كتاخذ. نعم الكوشيكويد. نعم هي الام ديال الاخت نعيمه عندها مشكل ديال روماتيزم كرونيك, مرض الروماتيزم اللي هو يقدر تسبب فعلا في الالم في المفاصل, تسبب انتفاخ في بعض الحالات ديال الانتفاخ ديال الرجلين او كذلك اليدين او في الوجه, او كيكون بعض العلامات اللي كتصاحب هذا المشكل ديال الروماتيزم, بعض العلامات كتكون كذلك في الجلد. فهنا يعني الطبيب ما كيشوفش المريض, ما كيشوفش التحاليل, صعيب باش يشخص بالضبط ويعرف النوعيه ديال المرض. فاللي معروف انه اخذت ماده الكورتيكويد حبه في النهار, حبه في النهار. هذه الكورتيكويد عندهم كيف واحد مفعول سحري كما نقولوا, في بعض الحالات كنكون مضطرين ان المريض ياخذه لان كيبقى يتالم كثير وكيكونوا عواقب كثيره في الحياه اليوميه ديالو, كنضطروا نعطيه. ولكن بواحد المده, واحد الكميه معينه, واحد المده اللي كنعرفوا واحد الوقت خصنا نحيدهم, يعني كيبداو يبانوا المضاعفات كيف ما تكلمنا عليها في واحد الحلقه الماضيه, كيوليو المضاعفات كثيره ديال الكورتيكويد. من ضمن هذه المضاعفات كذلك اللي قلنا انها كتكون ارتفاع ديال الضغط الدموي. معروفه هذه القضيه ان الناس اللي كيتناولوا الكورتيكويد كيقدر يرتفع الضغط الدموي, كيقدر يرتفع كذلك درجه السكري في الذات, كيقدر الانسان يزيد كذلك في الوزن, كيقدر يكون تقاحات في المعده الى اخره. فمجموعه ديال الاعراض الجانبيه قد تبان. داك الشيء اللي كنصح ان المتابعه مع اخصائي ديالها اللي كنتبع معها باش يحاول ينقص لها داك الماده بشويه بشويه, ويحاول يعطي شي دواء خاص بالروماتيزم اللي هو تم تشخيصه, لان كل روماتيزم عنده واحد الدواء ديالو اللي كيقدر يحصر المرض ما يبقاش يتطور. نعم غادي نمشيو هذه المره دكتور بدغيري باش نتكلموا على المساله ديال العلاج. نعم. يعني لما كيكون عضو من الاعضاء في الذات ديالنا محبوس فيها الماء, هنا كيفاش داك الماء كيحيد؟ واش عن طريق ادويه؟ بزاف ديال الناس دابا لما غيسمعوا هذه المساله غيمشي بالهم الجراحه, اذا عندنا ما في شي عضو كيخصنا نحيدوا داك الماء. نعم نهائيا ما كاينش عمليه جراحيه, الجراحه ما كتكونش الا في بعض الحالات ديال الشرايين, ربما كيكون مشكل ديال الشرايين كيهم بالشرايين في مال فورماسيون ولا شي حاجه, فهذه قليله, حاله نادره ما كنتكلموش عليها. على العموم انه العلاج بالدواء, وعلى حسب كيف ما كنقولوا في كل حلقه انه كاين التشخيص نعرفوا السبب منين جاي. اللي كان مشكل ديال القلب قلنا انه كاين ادويه ديال الخاصه بالقلب اللي كتجي انها تساعد القلب في العمليه ديالو في الوظيفه ديالو, وكتخلص من داك الزائد ديال الماء كما قلنا كنعطيو لي ديوريتيك. اللي كان مشكل ديال الكلي قلنا ان الكلي ما داك لو فيلتر ديالها كيولي يخلي يدوز ماده الالبومين فكيولي انتفاخ في هذا الشكل. كان في الغالب كنحاولوا نعرفوا المشكل ديال الكلي منين جاي, وغالبا كتكون واحد التشريح, كناخذوا واحد العينه بسيطه من الكلي وكنعرفوا النوعيه ديال المرض اللي صاب الكلي باش كنعطيو ادويه اللي كتحاول تحبس هذا المشكل. هذا ادويه كثيره, يقدر يكونوا لي كورتيكويد, يقدر يكونوا لي زيمي سوبريسور, ادويه كثيره كنعطوهم على حسب النوعيه ديال المرض ديال الكلي. بالنسبه للكبد, بالنسبه للكبد قلنا انها هي الوظيفه ديالها انها انتاج الالبومين. ملي كتقل هذه ماده الالبومين واخا نعطيو الدواء اللي غادي يحيد الماء, يعني ما عوضناش بالالبومين فغادي يبقى يرجع المشكل. فكنعطيو ماده لي ترانسفيزيون, كندوزو ماده الالبومين مره مره باش كتساعد انك داك التوازن اللي قلنا كيكون بين الشرايين بين النسيج اللي هو موجود بين الخلايا, كنعطيو الالبومين على فترات باش كنساعدو. فالادويه كذلك ملي قلنا مشكل الغده الدرقيه فكاين الادويه ديالها, كاين مشكل كذلك اللي قلنا ديال العروقه, في بعض الحالات كيكون انحباس ديال الشرايين, التهابات الشرايين كتسمى لا فليبيت. هنا كيكون المشكل هو يعني محصور في واحد المكان معين, هنا ضروري ان الانسان ياخذ ادويه ديال اللي كيجيو الدم باش يساعدوا الدم يرجع مزيان. في حال لا قدر الله دكتور بدغيري الماء كان الاحتباس ديالو في الراس, كيفاش كتعاملوا مع هذه الحالات؟ الو هذا مشكل يعني ما عنده علاقه بهذا الشيء اللي تكلمنا عليه حاليا. هو فعلا المشكل اللي هو كنلاحظوا كثير عند الاطفال, عند الناس اللي عندهم امراض مزمنه الى اخره. فالاحتباس ديال الماء كتسمى ليدروسيفالي بالفرنسيه, اما كيكون شي مال فورماسيون عند كيتزاد بها الطفل, ما كيبقاش الماء, ما كيكونش واحد الخلل باش يدوز الماء من الراس يدوز للعمود الفقري. كيكون واحد انحباس واحد المكان معين, فكيكون عمليه جراحيه او كيساعد الراس كيتزاد في الحجم ديالو كيكبر فعلا. فهنا كيكون الاطباء اخصائيين جراحه الدماغ والاعصاب كيعرفوا هذه الامور هذه وكيديروا عمليات. اما كيكون واحد السن متقدمه, ربما كيكون الانسان تصاب في واحد الوقت معين بواحد الالتهاب ديال السحايا لي ميناجيت, خصوصا الناس اللي تصابوا بالميناجيت تبركلوز, الناس اللي تصاب قاس لهم مرض السل قاس لهم السحايا ديالهم لي ميناجيت تبركلوز, هنا كيعطيو التهابات ديال ذاك ديال السحايا لي ميناج, وما كيبقاوش يمتصوا ذاك السائل فالراس كيبقى يتنفخ في هذا الشكل كتسمى
الهيدروسيفالي كيكون بارفو دي تومور بعد اورام كذلك في الراس اللي خصهم الجراحه ديالهم في بعض الحالات ما كنلقاو والو كتسمى الهيدروسيفالي ابريسيون نورمال كتكون من فوق الراس وهنا كيكونوا غالبا كنديروا واحد يعني واحد دي بونكسيون يعني كناخذوا شويه الماء من كنحيدوا الماء من الطاق باش يتنفس الراس فكيكون واحد المراحل كيديرها الطبيب المختص باش كينقص داك الماء على الطاق واخا غادي نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام مجد على الخط ناخذوها معنا من فاس صباح الخير مجد صباح الخير مرحبا بك بارك الله فيك عفاك بغيت نسول الدكتور مرحبا عندي واحد الولد دابا عنده 4 سنين ايه وفاش كان صغير عنده عام كان طلب لي الطبيب سكانر درت له لقى عنده شويه الماء في الراس نعم قال لك بلاصه الحركه عنده مؤثره والنطق دابا الولد لحد الان باقي ما كيتمشى وما كيهضرش بغيت غير نسول واش هذاك الماء اللي كان عنده في الراس هو اللي مأثر له ولا ما نعم واخا نجاوب على سؤال غير ماجدة دابا الوليد خذا العلاج يعني ما بقاش عنده الماء في الراس ما ولاش طلب لي الطبيب السكانر من حما ما وليتش درتو واخا جاوب على السؤال ديالك ان شاء الله ماجدة شكرا لك تواصلتي معنا فاس احنا مازال لقاءنا نتواصل مع كل اوفياء في برنامجكم صحه وسلامه على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم فاصل اعلان وراجعين فخليكم ورجعنا على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم صحه وسلامه اليوم مع الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه كنا وقفنا دكتور الودغيري في السؤال ديال ماجدة من فاس وحاله ديال الوليد ديالها دابا في العمر ديالو 4 سنين في العام الاول ديال اكتشفوا على انه عنده مشكل ديال الماء في الراس دابا ماجدة سؤالها واضح دكتور الودغيري بغات تعرف واش داك الماء اللي كان عند الوليد في الراس هو اللي مأثر على الحركه ديالو دابا 4 سنين ما كيتمشاش ما كيهضرش نعم فهذه مساله يعني مع الاسف كنلاحظوا ان الانتفاخ ديال الراس وكيكون الماء ليدروسيفالي في هذا الشكل كتاثر على الوظائف ديال الجسم خصوصا المشكل المشي كذلك النطق كذلك حتى يعني حتى انه الفهم او التواصل الادراك فهذه كلها يعني المشاكل اللي سببها هو هذا المشكل ديال الماء في الراس الهيدروسيفالي انا اللي كنصح الاخت مجدة انها تشوف طبيب المختص بجراحة الدماغ والأعصاب لأن هذه ضروري أنها خص واحد تقوم واحد العملية باش كينفسوا شي شوية الضغط على الدماغ لأن شنو باش نبسطوا الأمور ذاك الماء اللي في الراس كيولي يضغط كيولي يضغط على الدماغ على الخلايا ديال الدماغ فحاجة طبيعية ملي كيكون دائما واحد لابريسيون كثيرة كيولي الدماغ كيولي يتأثر الالم في الراس غادي يكون ربما يكون مشكل حتى في النظر يمكن مشكل في الحركات فما يمكنش نخليه هذا الراس هكا كيتنفخ ولا بدا ضروري انه يتم التشخيص نعرفوا السبب علاش كاين هذه الزياده ديال الماء وخاص الطبيب اللي يدخل بواحد الجراحه اللي معروفه باش كتنفس شي شويه على الراس وتكون متابعه مع الطبيب نعم غادي نمشيو هذه المره الاس ام اس معنا دكتور ودغيري من عند عبد الهادي كيقول هذه تقريبا عام و8 شهور باش كان عندي الماء في الظهر خديت العلاج ما بقاش نهائيا ولكن دابا ملي رجعت لعند الطبيب قال لي بلي هو رجع مره اخرى وانا كنحس بلي انه الظهر ديالي تنفخ وماشي في الشكل ديالو العادي بغيت غير نعرف اشنو السبب اللي كيخلي داك الماء كيعاود يرجع كان عنده الماء في الظهر نعم. تعالج منه ولكن رجع له عاود هو يعني ملي كيكون الماء في الظهر في الغالب كيكون حتى في اماكن اخرى لان كنعرفوا ان الماء من المشكل كيبدا من الرجلين وكيطلع حتى للفوق لجهه البطن ومن بعد كيطلع لجهه الظهر هنا يعني ملي ما كاينش تشخيص في هذه الحاله هذه ما عرفناش شو السبب بالضبط اللي كان المشكل في الذات ديالو كامله هنا خصنا نعرفوا يعني السبب وخاص علاج في هذا الاتجاه اللي كان غير فقط في الدار فصعيب عليا نجاوبو لان ما كانش واحد الفحص وما عرفش ما خصو تشخص ولكن اليوم في الحلقه جات واحد النقطه مهمه كنشكر عليها دكتور ودغيري ذكرتيها نعم. على انه راه ما كيكفيش غير نحيدوا ذاك الماء نعم. لا راه العلاج ديال السبب اللي بالضبط. هو جاب ذاك الماء وخلاه لانه لا ما عالجناش السبب غتبقى هذا الامر دائما كيتكرر تمام. نعم نمشيو هذه المره نتواصلوا مع رشيده على الخط معنا من تطوان صباح الخير رشيده صباح الخير اختي انا بغيت نتواصل مع الدكتور خير الله عندي واحد الجمالة نعم عندي واحد الدور عندي لا مريض ديال الدكتور مريض بست بهجت مرض بهجت اييه لا لا رشيدة الصوت ديالك ما واضحش نهائيا فكنتمنى حاولي انك تبدلي المكان وبعدي شويه لاباغي ديال التليفون على الفم ديالك حاولي انك تبعديها شويه لا تسمعي دابا دابا احسن مرحبا قلت لك عندي واحد لا مريض ديال الدكتور اييه وهذه كنعالج عليها تقريبا خمسة خطان معقدة مكحول ولقى عند رجلي وحرقني بزاف وكيسخرني بالليل بزاف متقدرش ترسم عليه واخا وصار ساعتي حمر من ديك الرجل كيدخل لي الماء
نعم. هاد مرض البهجات اللي عندك يعني شنو تصاب لك في الذات ديالك؟ واش كان مشكل ديال في الشرايين ولا مشكل ديال في الجلد او في المفاصل؟ حيت كتعرف في البهجات كتبقى صاحب مجموعه الاعضاء. نعم عندي غير المفاصل وما كنتيخرج. ما تصابولكش الشرايين؟ ما كانش وقع لك شي مره واحد سكنابين في ليبيت يعني كان التهاب ديال الشرايين ديال الرجلين ديالك ما التهبتش شي مره وتنفخوا لك العواق ديال رجليك؟ لا لا. نعم لاله رشيده الصوت ما واضحش نهائيا ولكن عموما نحاولوا نجاوبوك. رشيده من تطوان قالت عندها مرض بهجات كتعالج عليه لمده ديال 18 عام. نعم. دابا عندها مشكل في القاع ديال الرجل ديالها كيحرقها بزاف الالام خصوصا في الليل وفي حتى الانتفاخ. فهنا يمكن اما مشكل ديال الشرايين ديال رجليها. نعم. هي قالت الدكتور ودغي المسؤولتي على انه مرض بهجات قاس ليها المفاصل. هو مشكل المفاصل وانتفاخ ديال المفاصل التهابات المفاصل المزمنه كدير هذا الالم في هذا الشكل هكا. واش كذلك مشكل ديال الاعصاب رجليها الرقاق كذلك تقاسوا مع المرض ممكن. فهنا يعني الافضل انها تشوف نصحها انها تشوف طبيب اخصائي باش يحاول يشخص المشكل. نعم. شنو التخصص اللي تنصح به رشيده تمشي ليه؟ نعم هذا غالبا مرض بهجات كيتبع مع الطبيب الاخصائي في الباطني. نعم. من بعد رشيده من تطوان قمر على الخط معنا من مكداس. اهلا بك قمر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عافاك تنشكرك على المواضيع اللي تديري وتنشكر الدكتور اللي معك. مرحبا قمر اهلا وسهلا. الله يخليك اختي انا بغيت نكون الدكتور. عندي المشكل ديال الغده الدرقيه وعندي نفخات شويه عاد هادشي وقع لي غير هذه واحد الشهر ولا شهر ونص ومشيت لعند الطبيب ودار لي الراديو واحد اختصاصي دوزت عنده فاش كيدرك الراديو وجبت له التصويره شافها وقال لي خصك تحيديها ومشيت عند واحد اخر عام ثاني ودار لي حتى هو شاف داك الشيء وقال لي خصك تحيديها حتى هو وعطاني واحد الدواء ولكن دابا الطبيب الاولاني اللي دار لي الراديو داك مول الاشعه قال لي راه ممكن ما تحيديهاش غير بالدواء. دابا انا بغيت غير نسول الدكتور واش نحيدها ولا غير بالدواء وما عرفتش شنو ندير. واخا انا ما نسمحتي قمر غير الا سمحتي الاطباء اللي قالوا لك خاصك تحيدي الغده الدرقيه تزوليها شنو التخصص ديالهم؟ اختصاصيين في الانف والحنجره. واخا والغده الدرقيه يعني ملي جاتي الفحص بالصدى يعني بالليكوغرافي شنو قالوا لك واش منفوخه كلها ولا بحال فيها شي كويرات صغيرين ولا دي كيست ولا شنو قالوا لكم؟ لا قالوا لي منفوخه غير واحد شويه في مكان معين ربما ماشي كلها. لا الجهه ديال اليمن. الجهه ديال اليمن. نعم واخا. وشحال في العمر ديالك قمر؟ عندي دابا 47 سنه. 47 عام. كاين شي مرض اخر من غير الغده الدرقيه كتعالجي عليه ولا كتعاني منه بحال السكر؟ لا غير هادشي. واخا نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك قمر تواصلتي معنا من مدينه مكناس. اذا هنا الغده الدرقيه فكنعرفوا وكنقولوا الله يحسن العوان دكتور. نعم. دغيري لانه لما الانسان كيكون مريض راه كيدخل في واحد الدوامه واحد الحلقه ولما كيولي كيسمع راي ديال كل اخصائي كيحير ما كيبقاش عارف شكون غادي يتبع. مثلا دابا الحاله ديال قمر واش تزول الغده الدرقيه واش تخليها واش ممكن غير بادويه وتحسن الحاله ديالها؟ نعم المساله ديال الغده الدرقيه على حسب الشكل ديالها ملي غنشوفوا في الفحص بالصدى يعني بالليكوغرافي كنشوفوها واش الحاله ديالها اللي كتبان لنا واش فيها شي انتفاخ كلها ولا غير واحد مكان معين ولا واش فيها دي كيست واش فيها دي نودول كويرات بحال محجرين هذاك الشكل ديالهم هو اللي كيجعلنا نقولوا انه واش صغيرين واش كبار واش كيسون كالسيفي ولا لا. فذاك الطبيب المختص بالتجربه اللي عنده كيشوف ان اللي كانت في هذه العلامات انه كاين ذاك المحجره او ذاك لي نودول كبار بزاف كيف ما قلنا او كاين دي غونغليون شي ولسيسات صغيرين في الجهه اللي كت القريبه للغده الدرقيه شي علامات ديال الخطأ خاصها تفتح خاصها دير العملية. اللي كان اتفاق بسيط وكانت يعني حتى التحاليل ديالها لي زورمون جاو مزيانين يمكننا نعطيو سكون بيان تريتمون فريناتور كنعطيو واحد الدواء اللي كيحاول انه يحبس التطور ديال الغده الدرقيه مع المراقبه. كناكدوا انه ضروري تكون مراقبه مره في 6 شهور تشوف الطبيب ويعود للتلفزه ويشوف داك الشيء واش كيتبدل الشكل ديالهم واش كيشعل علامات اخرى. فكيفاش الشكل اللي كتكلم عليه الاخت قمر ربما تكون متابعه ربما تقدر تتبع واحد 6 شهور تعاود ليكوغرافي مره اخرى وتشوف شنو كاين في. نمشيو لاسماس هذه المره دكتور ودغيري من عند سميه كتقول في العمر ديالي 53 عام نعرف من دكتور ودغيري انا عندي مشكل على انه الوجه ديالي كيكون منفوخ غير في الصباح حتى كتوصل ديك 12 اولا الوحده هذا الوجه ديالي كيرجع للحاله العاديه ديالو. الصباح الناس اللي كنتلاقى بهم كلشي كيقول لي من الوجه ديالك لانه داك الانتفاخ كيكون واضح بزاف والوقت اللي كنضغط على الوجه ديالي كتبقى بحال الضغطه كيف ما تكلمتوا في الحلقه. اشنو التخصص اللي نصحني به دكتور ودغيري واش يستاهل انني نمشي للطبيب ولا لا؟ كتقول هذه الحاله عندها تقريبا المده دابا ديال 5 سنين. 5 سنين نعم. هنا ما عرفناش واش كتناول شي ادويه لان كاين بعض الادويه اللي كيديروا هذه المساله هذه. نعم.
بعض الأدوية، كاين بعض الأدوية كذلك ديال منع الحمل، حبوب منع الحمل، وحبوب كيقدروا يديروا انتفاخ في الوجه أو في الرجلين. كاين بعض الأدوية أخرى حتى لي زونتي انفلاماتوار، أدوية ديال الألم، حتى هما بعض الحالات يديروا هذا الانتفاخ في هذا الشكل. نشوفوا أن واش كاين الأدوية ولا لا، نشوفوا واش كاين شي 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 علامات أخرى ربما في المفاصل اللي قدرت تبين أن ربما مشكل اللي هو باطني اللي قدر تسبب له هذا الانتفاخ كذلك ديال الوجه ديالها. واش ما كاينش شي حساسية في الجسم ديالها كذلك اللي خلى الانتفاخ؟ فأنا كنفضل أنها تشوف الطبيب المختص باش يحاول يعني يشخص لها المشكل منين جاي. أسامة سمع عند حكيمة دكتور ودغيري كتسولك كتقول لك واش كيف ما كيتحبس الماء في الرجلين ممكن يتحبس حتى في اليدين، بالنسبة للناس اللي كيكونوا اليدين ديالهم منفوخين بزاف لدرجة أنه حتى شي خاتم ما ممكن كيجي على قد الصباع ديالي. نعم ممكن، ممكن كيف ما كاين في الرجلين، لأن يعني حتى هو نفس المشكل، أنه كاين الماء يعني الدم كيرجع في العروقة، فملي كيكون مشكل كذلك ديال الانتفاخ ديال العروقة اليدين ممكن هنا كذلك. ولكن في الغالب، في الغالب ملي كيكون في المشكل في اليدين كيكون حتى المشكل في الرجلين، وكيكون مشكل اللي هو ربما كيصيب الجسم كامل. فهنا كتكون خصو يتشخص علاش كاين هذا الانتفاخ في اليدين، كتعمل واحد مجموعه ديال التحاليل الطبيه باش نشخصوا المشكل منين جاي. الف شكر لك الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. كنشكرك دائما استاذ الرحب، كتجاوب على اسئله كل المستمعين الكرام في الحلقه، فشكرا لك. شكرا على الاستضافه. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. في الحلقه ديال غدا لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم في الاعداد والتقديم وفاء فائز فودنا، رافقتني في الاخراج وسميحه في استقبال مكالماتكم. صباح سعيده، الى اللقاء.